للحديث مشاهدينا الكرام إذن عن خطورة انهيار الأبنية في العراق ومسؤولية السلطات عن التقاعس بترميم المباني الأثرية، معنا هاتفيا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. حياكم الله دكتور محمد. إذن ألا يعد انهيار العديد من المباني في بغداد والمحافظات والتصدعات للمباني في الموصل، ألا تعد تلك إشارات لدخول العراق في مرحلة الخطر من موجة الزلزال الذي أو الزلازل لنقول، هذه الموجة التي ضربت وتضرب المنطقة؟ أهلا بكم ومشاهديكم الأكارم. حياكم الله. بالنسبة لما حدث في الموصل بعد الزلزال الذي ضرب تركيا، وكما هو متعارف عليه أنه في علم الجيولوجيا هناك هزات ارتدادية وتأثيرات، وبما أن الموصل والعراق بشكل عام يقع على صفيحتان التركية والإيرانية في موقع الزلازل التي ممكن أن تحدث في هذا البلد أو ذاك، ولذلك أن هناك أبنية آيلة للسقوط في الموصل لم تجري أي اهتمام فيها من قبل السلطات المركزية والسلطات المحلية، حيث أن السلطات المحلية يشكو محافظ الموصل بأنه لا توجد لديه خزين من المال من أجل إعادة بناء بعض ما هدم من قبل داعش، وكذلك في عملية الزلزال وارتداداته الذي ضربت تركيا آنذاك. ولهذا يجب أن يكون هناك مواصفات، هذه المواصفات مواصفات عالمية طبعا تأخذ طابع في عملية بناء المؤسسات الجديدة على أساس هذه المواصفات العالمية غير قابلة ل أو في يعني تكون حالة مقاومة للزلازل، هناك زلزال هي ممكن أن تصمد أمام هذا الزلزال. طيب يعني إذن الآن لا تزال هذه المباني المهددة بالانهيار من جراء هذا القصف وهذه الهزات الارتدادية كما تفضلتم، لا تزال قائمة في مدينة الموصل ولا توجد أي أعمال إعمار وإعادة تقييم الدمار في هذه المحافظة في نينوى التي تتحدث عنها الحكومة منذ عام 2017. ما خطورة ذلك على تلك المباني وعلى المدينة عموما؟ بالتأكيد هناك مخاطر جدية على سكان هذه البلدة، وبالتالي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار أنه الضغط على مؤسسات الدولة من أجل انتزاع مطلب أساسي وهو إعادة إعمار ما هدم في أيام الاحتلال الداعشي لهذه المدينة وحتى المحافظات الأخرى التي جرى فيها، وخاصة في المناطق الشمالية التي هي معرضة بالتأكيد إلى هذه الارتدادات الزلزالية التي قد تسبب أضرارا لسكان هذه المدينة في هذه الحالة. أيضا ألا ترى دكتور محمد في الإطار نفسه كيف أن الفساد أدى دورا بوصول العراق إلى هذا المستوى من الخطر في البناء والغش فيه؟ أيضا يعني نتحدث عن المسؤول، من المسؤول عن هذا التغاضي في إجراءات دراسة سلامة الأبنية كما تفضلت وتحملها للزلازل؟ طبعا بالتأكيد المسؤولية تقع على هذه الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد الاحتلال والتي تظهر للعيان فكأنه هي تخطط لمشاريع إنشائية بما فيها وزارة الإسكان والإعمار، ولكن للأسف هذه الوزارة لا تأتي بأي شيء جديد من أجل تعمير هذا البلد وإجراء مواصفات جدية، خاصة في حالة بناء الدور السكنية في المناطق العمودية، هذه تتحمل أكثر من قابلية السكن اللي موجود فيها. يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الأرض وكذلك مقاومة المواد والإنشاءات التي ممكن أن تقوم عملية الفساد.
كل طاغي أكثر، لا يوجد أي اهتمام، ولذلك نجد أن هناك أبنية تقام وهذه الأبنية وهي في حال في عملية الإنشاء بها تتساقط على العمال اللي موجودين في داخل هذه المنشأة، والتي صارت قبل أيام في بغداد مثلا من هذه الشاكلة. أيضا دكتور محمد، يعني أخيرا، أين دور وزارة الثقافة بخصوص الأبنية المهمة ولا سيما الأثرية؟ ألا يعني شيئا للسلطات المعنية من وزارة الثقافة وغيرها في الحفاظ على هذا التراث الحضاري والأثري للعراق؟ باعتقادي أن وزارة الثقافة لم تعمل أي شيء منذ عملية الاحتلال، حيث نهبت مصادر أساسية داخل المتحف العراقي، وهذه هي من حضارة وادي الرافدين، نهبت على مرأى ومسمع من ومسامع المحتلين. ولذلك أن وزارة الثقافة لحد الآن لم تفرض على سلطات الدولة بالمجيء في هذه المسائل التي سرقت من المتاحف، عدم الاهتمام، لأنه المسألة الحضارية هي مهمة، تأتي بالسياحة التي يزور العراق عددا كبير من السواح من أجل الاطلاع على حضارة وادي الرافدين من خلال المتاحف المتواجدة في العراق في بغداد وفي المدن الأخرى مثل سومر وأكد وبابل وأشور. كل هذه مسائل مهمة بالنسبة للاقتصاد العراقي، لكن لا يوجد هناك مسؤول في وزارة الثقافة أن يأخذ بنظر الاعتبار هذه الأهمية التي ممكن أن يصير، لأنه عملية الفساد الإداري والمالي هي المستمرة حاليا على هذا النمط أو ذاك. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جواد فارس من لندن، الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك.